يا صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو النهارده. انا محمد مدحت وده فيديو جديد على القناه. الفيديو بتاع النهارده جايب لكم تشكيله عربيات حلوه قوي من اول معدمات، من اول جيليهات واوبترا شكل قديم، يعني من اول 50-55 الف لحد 100 و100 وشويه. فالتشكيله النهارده كبيره ومتميزه جدا. التشكيله بتاعت الفيديو اللي جاي برضه بتبقى حلوه جدا، انا صورتها خلاص بس لسه هتنزل لكم فيديو تاني. فاتمنى منكم ان انتم تتابعونا، تعملوا اشتراك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان مجرد ما ينزل فيديو ده او اللي بعده يجيلك التنبيه على طول. بالنسبه للسحب اللي احنا كنا عاملينه، السحب ده لسه مستمر بتاريخ الفيديو اللي فات اللي هو اللي احنا اعلنا فيه السحب على 100 دولار مجرد ما نوصل ل 20,000 مشترك في خلال 10 ايام من تاريخ الفيديو اللي فات. فكل اللي عليك ان انت بس هتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك وسبسكرايب وهتعمل لايك وشير للفيديو ده، وتعمل لي اي كومنت بس اللي يدل ان انت خلاص عملت الكلام ده كله. من غير الاشتراك مش هتقدر ان انت تخش السحب، لان اللي هيعمل اللي هيدخل السحب ده هيبقى عن طريق برنامج هو اللي بيشوف الكلام ده كله. فاتمنى منك ما تنساش تعمل الحاجات دي، ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. اول عربيه معانا شيري اريزو 2020، فابريكا بالكامل على بعض المرمات، هي مرمتين ثلاثه كده بساط قوي يعني. فيما عدا ذلك العربيه فابريكا 2020، اول فئه اوتوماتيك. بالحاله اللي انتوا شايفينها دي كده، عندي حاليا دلوقتي اربع عربيات شيري اريزو 2020 اول فئه اوتوماتيك جميع الالوان، تقدر تنقي اللي انت عايزه بمقدمات تبدا من اول 80,000 جنيه بالنسبه لانظمه البنوك وشركات التوصيف لو في اثبات دخل عالي او كشف حساب بنكي، وظيفة مثلا متأمن عليك، وفي برضه أكتر من نظام تقسيط تاني مش هنختلف أنظمة التقسيط. إحنا عندنا أكتر من نظام تقسيط للعربيات سواء مباشر أو بنكي، يعني سواء شغال أو مش شغال هتركب، في كلا الحالات كلها هتركب. حالة العربية من جوه أهي، عربية اللهم صل على النبي جديدة يعني. صلوا على النبي يا جماعة. حابب أفكركم بإن إحنا عاملين مسابقة على 100 دولار. مجرد ما نوصل لل 20,000 مشترك في خلال 10 ايام من تاريخ اول فيديو نزلته بالمسابقه، اللي هو الفيديو اللي قبل ده على طول. مسابقه ب 100 دولار مجرد ما نوصل لل 20,000 مشترك. كل اللي عليك انك هتشترك في القناه، وباقي الشروط هتلاقوها في اخر الفيديو. دي حاله العربيه من جوه، ومن بره يبقى احنا كده مش ناقصنا اي حاجه. خلينا نشوف ايه تاني بعدين. العربية اللي بعديها اريزو 5 2020، عربية فابريكا بالكامل على بعض المرمات، بسيطة جدا. حالة العربية من بره زي ما انتم شايفين كده، عربية يعني جديدة، واللون الاحمر الدم اللي غزال في الاريزو ده لون سيكسي جدا، بحبه قوي في الاريزو بصراحه، بيفوق العربيه ويبين تفاصيلها جامد. نقدر برضه نركب من اول مقدم كام؟ نقدر نركب من اول مقدم 80,000 جنيه بالنسبه لانظمه البنوك وشركات التقسيط بشروط خاصه، عشان ما حد مش يعني مش اي حد يجي يقول لي انت قلت 80,000. في 80,000 بس ليه شروط معينه. وعندي اكتر من نظام تقسيط تاني حسب الوظيفة وحسب السكن وحسب حاجات كتير. دي حالة العربية من جوه، عربية جديدة بسم الله ما شاء الله. العربية دي نقدر نركبها بأنظمة تقسيط مختلفة على حسب الدنيا معاك ايه، يعني هتركب
ما لكش حجة في الألوان ولا لك حجة في الحالات ولا لك حجة أي حاجة. عايز أريز وهتركب أريز بس كده. خلونا نشوف فيه تاني بعدين. العربية اللي بعديها أوبترا 2007. العربية دي القشرة كلها بره النظافة ما عدا السقف. أوبترا الشكل القديم طبعا غني عن التعريف. العربية دي مانيوال نقدر نطلعها مقدم من أول 55,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة أو 2 ضامن وتسليم فوري. عربية لون أسود ملكي اللون بتاع الأوبترا المميز. كل اللي محتاجاه مثلا هتغير باقة الفوانيس اللي ورا اللي قدام وهتحتاج فيها بس تغير اكسدامين أمامي وخلفي، غير كده هتلاقي عربية جديدة. حالة التابلو من جوه اهي وحالة العربية من جوه. العربية معمول لها طبعا كسوة فرش جديدة. هنا العربية ما فيهاش أي مصروف. الناس اللي عايز تركب ركوبة ليها هي طبعا العربية دي 2007 فمش هينفع تشتغل أوبر وكريم، فدي هتبقى ركوبة شخصية. حد عايز يجيب عربية يتعلم عليها يبدأ عليها حاجة صغنونة كده في نفس الوقت حاجة قليلة الأعطال يعني. عربية مانيوال كاملة، 4 ازازة كهرباء وسنتر لوك وتكييف. عايز افكركم بان احنا عاملين مسابقة على $100 بتاريخ الفيديو اللي فات. مجرد ما نوصل ل20,000 مشترك في خلال 10 ايام من تاريخ الفيديو اللي فات، كل اللي عليك هتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر التنبيهات، تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل لايك وشير لأي حد من صحابك. بس كده خلونا نشوف فيه تاني بعديها. اخر عربية معنا في الفيديو النهاردة هي جيلي ماجراند 2017، فابريكا بالكامل ما فيهاش غير مرمتين بالعدد. العربية حالتها من برة زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش جنيه مصروف الحمد لله بفضل الله يعني. من عربيات الجيلي النظيفة قوي اللي دخلت لنا الفترة اللي فاتت. حالة العربية من بره ايه؟ العربية ما فيهاش كلابيش، ما فيهاش الكلام ده كله. اللهم صل على النبي واقفة. الناس اللي بتفهم في العربيات لو بص على العربية دي هيلاقيها واقفة. كل اللي فيها لمسات خفيفة قوي، حاجات زي الغمازات بتاعة المرايات دي مش عارف ايه، الكلام ده بسيط قوي يعني لا يذكر. بس في الحالات اللي زي كده بقى انا بحب اذكر. العربية دي نقدر ندفع فيها مقدم من اول 70,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن تسليم فوري بعد الفحص مباشرة زي ما احنا عارفين، او نقدر نقسطها على 5 سنين بنظام مباشر تاني او بنوك وشركات درايف كونتاكت ايجي بانك ابو ظبي ايا كان اي حاجة من الحاجات دي احنا شغالين فيها الحمد لله بفضل الله. اللهم صل على النبي مش محتاجة اي حاجة، هتضع حط مفتاحك تطلع تشتغل تاني يوم على طول. وياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان عايزين نوصل ل20,000 مشترك في اسرع وقت. بفكركم بالسحب، تابعوا الفيديو لحد الاخر، اعمل بس اشتراك للقناة عشان دي من ضمن شروط السحب على $100. وبعد كده يلا نشوف ايه اللي بعديها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون قد المقام وفكركم بالسحب اللي احنا عاملينه. بمجرد ما هتخش سحب على $100، مجرد ما توصل مجرد ما نوصل ل20,000 مشترك، كل اللي عليك انك تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر التنبيهات وهتعمل لايك وكومنت على الفيديو ده وشير لحد من اصحابك. فمتنساش الشروط دي، متنساش تصلوا على النبي، والسلام عليكم.